يقول السائل: يقول سيدخل شهر ربيع الأول بعد أيام بإذن الله، فما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ لأن الصوفية يقول عندنا يقولون إن هذا الاحتفال هو من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبته. تعظيمه باتباعه لا بالبدع. المولد محدث بدعة، لا نعظم الرسول بالبدع والمحدثات، هذا ليس فيه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.